ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق وأن وضعنا التمرين الأول، شرحنا أنه هذه التمارين تمارين أساسية ومهمة، لكن إحنا نجعلها تمارين فيها حياة متحركة، وسميناها الدايناميك. الدايناميك يعطي مجال لاستمرارية اللعب والتغيير بدون توقف للفعالية. الشيء الآخر من أشكال هذه التمارين التطويرية المهمة، طبعاً الرائدة في هذه التمارين هي هولندا، الألعاب المصغرة هولندا هي اللي تقريباً أوجدت هذا الأسلوب اللعب المصغرة. في التمرين الثاني كما ترون قسمنا نفس هذا المربع إلى أربع أقسام، ولعبنا نفس هذا التمرين، نفس التمرين هذا في منطقة مقسمة إلى أربعة أقسام، واللعب والحركة تكون حرة بالنسبة للاعبين. وردنا نحدث متغير صغير بالنسبة للاعبين سي اللي هم خارج الساحة. لاحظ في التمرين السابق، إذا تقارب هذا التمرين بالتمرين السابق، تقريبا اللاعبين الساندين سي هم يقفون في منطقة الوسط لتقديم الإسناد للفريق الحائز على الكرة. بالتمرين الثاني تشوف أنه بسبب تقسيم المنطقة إلى أربع أقسام، فاللاعبين الساندين أصبحوا أكثر حركة خارج الساحة لتقديم الإسناد لزملائهم. فالكرة إذا لعبت مثلا للمربع اثنين، طبعا اللاعبين في كل مكان، لا يوجد هناك شرط، يعني لعب هنا واحد ضد واحد، واحد ضد واحد، واحد لا، لعب كما هنا حر، يعني حركة اللاعبين حر، قد يكون هنا اثنين لاعبين، أربعة، ثلاثة، واحد، اثنين. فاللاعبين اللي خارج الساحة يقدمون الإسناد الصحيح. الإسناد الصحيح عندما تنتقل الكرة إلى المربع اثنين على سبيل المثال إلى الحص، فإن اللاعب هذا السي واللاعب هذا السي يقدمون الإسناد حول المربع اللي فيه الكرة، فيتحرك هذا اللاعب السي إلى هاي المنطقة، يتحرك هذا اللاعب السي إلى هذه المنطقة، ويصبح هناك لاعبين ساندين على أطراف المربع وخارجه. وإذا انتقلت الكرة على سبيل المثال نتكلم من هذا المربع إلى هذا المربع، فهذا اللاعب سي ينتقل إلى وسط المنطقة هاي، وهذا اللاعب سي ينتقل إلى وسط هاي المنطقة، فيقدمون الإسناد على جانبي المربع الذي فيه الكرة. شوف، وهكذا عندما تتنقل الكرة في هذه المربعات، يتنقل لاعبين لتقديم الإسناد حول المربع الذي فيه الكرة. أحدثنا متغير بسيط، أنا أتكلم عن مدربين شباب، هو غاية في الأهمية، هو ما يعرف تقديم الإسناد. دائما اللاعب في الوسط اللي عنده كرة في المربع واحد أو ثلاثة أو أربعة أو اثنين، عنده لاعبي إسناد على طرفي ذلك المربع، وهذه قاعدة إسناد مهمة جدا جدا، يعني تعلمتها قديما، أنه اللاعب الحائز على الكرة لو رفع يديه للجانب فإنه يعطي مؤشر لحاجته للاعبين على جانبي، خصوصا إذا كان تحت الضغط والكرة بحوزته. التحرك في هذه المربعات يجبر اللاعبين الساندين التحرك على طول هذا الخط الطولي وهذا الخط الطولي وهذا الخط الطولي وهذا الخط الطولي، بينما في هذا التمرين لا يوجد إجبار للحركة. ممكن أن اللاعب سي أن يبقى هنا، يعني في هذه المنطقة أو ضمن حدود هذه المنطقة، ويقدم الإسناد للفريق الحارس على الكرة. لاحظ لو أن الكرة يعني في المربع اثنين
أو نقول في المربع أربعة مع اللاعب المهاجم، فاللاعب سي يقدم سناب سريع على أطراف هذا المربع، واللاعب سي هذا يقدم أطراف هذا المربع. لو انتقلت الكرة مثلا، لو انتقلت الكرة إلى هذا المربع، هذا اللاعب سي هنا راح يرجع سريع لتقديم سناب على طرف المربع، بينما الإسناد الثاني يأتي من هذا الساند وليس من هذا الساند، فيكون هناك ما يعرف بال يعني very attractive and effective support من اللاعبين الساندين. إسناد يكون جيد وفعال من قبل اللاعبين الساندين على أطراف كل مربع وليس الساحة كاملة فقط. فالانتقال من ذلك التمرين إلى هذا التمرين فيه معنى راقي بما يعرف بتقديم الإسناد للاعب الحارس على الكرة. صحيح نحن في عنوان تدريبي يسمى كيبوي أو بول بوزيشن حيازة الكرة، لكن بجانب حيازة الكرة استحدثنا حركة مهمة خارج هذا الشكل وخارج هذه المربعات الأربعة، وبدأنا نضيف إلى فعالية سابقة لاحظ على الجانب لاحظ نضيف شيء أعطاها عنوان دايناميك متحرك، نعم متحرك، وإحداث المتغيرات أو تبديل اللاعبين يتم كما تم في الفيديو السابق اللي شرحنا اللي على الجانب الآخر من الصورة. ففي الصورة الأولى هناك حركة، هناك دايناميك، شرحنا كيف يكون هذا الدايناميك شرح جيد، لكن لما نقلنا الفعالية وقسمنا فقط الساحة إلى أربع مربعات أحدثنا تغير هائل في ما يعرف الفعالية التدريبية اللي هي أربعة زائد أربعة ضد أربعة. هذه التمرينات طبقت يعني من قديم جدا جدا، يسموها الروندوز الآن وكذا، لكنها هي مطبقة يعني مطبقة في اللاعبين اللي كانوا عندي وصاروا مدربين يعرفون هذا الكلام، يعني بالثمانينات 89 تقريبا كان هناك تطبيقات كثيرة لهذه الفعاليات، أنا وغيري من المدربين لست أنا الوحيد. فكانت هذه يعني كانت المدرسة الأولمبية بين 79 انتشرت انتشار هائل، حتى يعني الإسبان استعانوا بها، الألمان استعانوا بها، إنجلترا استعانت بها، فركزت على مثل هذه التمارين في التطوير. هذه تمارين تطويرية سنستمر في إضافة بعض منها لبيان وإلقاء ضوء بساطة على كيف يعني تجعل هذه الفعاليات فعاليات بها حركة أكثر، بين قوسين موبيلتي. الموبيلتي هي القابلية الحركية اللاعبين داخل هذا الشكل التدريبي البسيط. أنا مفقود له، شكرا جزيلا.